بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلوم وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 12 من الكتاب 44، كتاب الفضائل، باب: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس بالخير من الريح المرسلة. والريح المرسلة لا تميز بين كافر ومؤمن وحيوان ونبات وأرض، تعطي الكل. فكان عطاء النبي صلى الله عليه وسلم يشمل الكل صلى الله عليه وسلم، لأنه رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 49 بعد 106,000، قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال: حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد عن الزهري حا قال: وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد واللفظ له، قال: أخبرنا إبراهيم عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. إن جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ، يعني ينسلخ الشهر يعني، فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. يعني كلما أنعم الله عليك نعمة أنعم على الخلق، فالنبي كان كلما أحسن الله إليه بنعمة زاد إحسانه للخلق صلى الله عليه وسلم. وأحسن كما أحسن الله إليك، مش ربنا بيقول في القرآن كده؟ وأحسن كما أحسن الله إليك. فكلما جدد الله عليك نعمة جدد أنت فعل الخيرات للناس، فإن خير الناس أنفعهم للناس. لما كان الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان يضاعف الحسنات، والنبي كان متخلقا بأخلاق ربه، كان يضاعف العطاء في شهر رمضان أكثر من بقية الشهور تخلقا بأخلاق الله. فالله يجعل السنة في رمضان ثوابها ثواب الفرض، والفرض في رمضان ثوابه ثواب 70 فرضا. فالله يضاعف الخيرات في رمضان، والنبي يضاعف العطاء في رمضان. وكلما التقى بجبريل وقرأ عليه القرآن ورجعه القرآن، وهذه كرامة ما بعدها كرامة، أكرم رسول الله الخلق إكراما زائدا. فمن سنة النبي أن تحسن كلما أحسن الله إليه. وعن أبي قال: وحدثناه أبو كريب قال: حدثنا ابن مبارك عن يونس قال: وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. باب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. كان سيدنا الحسن البصري كان يقول إيه؟ حسن الخلق جماعه ثلاث حاجات، حسن الخلق جماعه ثلاث حاجات، ده عند سيدنا الحسن البصري: بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه، بس وخلاص، سهلة يعني. بذل المعروف يعني تعمل للناس ايه؟ المعروف. وكف الأذى ما تأذيش حد خالص، كف الأذى. وطلاقة الوجه يعني بشر الوجه، فلا تكن عابسا ولا تكن
يعني منقبضا عن الخلق فينقبضون عنك. وسيدنا عبد الله بن عمر كان يقول ايه؟ حسن الخلق شيء هين، حسن الخلق شيء هين. ايه هو بقى الشيء الهين؟ يعني وجه طلق وقول لين، وجه طلق ووجه لين، يعني بشر، واخد بالك؟ وجه طلق وايه وقول لين، يعني تحسن القول للناس، لا تكن فاحش ولا بذيء. ومن علاماته، ايه هو من علاماته بقى؟ أن تعطي من حرمك، وتصل من قطعك، وتعفو عن من ظلمك، من علاماته. طب عايز تعرف أخلاق إنسان، تسأل عنه مين؟ زوجته وخادمه ومن سافر معه، هم دول اللي يعرفوا أخلاقه، لأن دي الأشياء التي تظهر أخلاق الإنسان. الزوجة لأنها تعاشر الإنسان بلا تكلف، فيظهر أخلاقه بلا تكلف، لأنه ممكن يتكلف حسن الخلق أمام الناس، فاهم؟ لكن في بيتي لا يستطيع أن يتكلف، يرجع لعادته فيظهر على حقيقته، فهمت بقى؟ وبالتالي الزوجة وكذا الخادم، الإنسان مع خادمه يظهر أخلاقه. سيدنا علي بن أبي طالب كانوا يلاقوا الخدام بتوعه وعبيده ساعات صوتهم يعلى عليه، فهم ايه؟ بيقولوا له يا امام، قال حسن الخلق يجرئ الخادم. فهمت ازاي؟ لان هم ما بيعاقبهمش، هم يتجرأوا شويه، ما يجرأش حاجه، سيبهم. انما الانسان القاسي الناس كلها ايه تعمل 100 حساب وهي بتكلمه، خايفين من عقوبته. انما حسن الخلق عارفين انه متسامح، يقوم يتجرأوا. احيانا حسن الخلق يجرئ الخلق. والنبي لما كان احسن الناس خلقا ربنا غطاه بالهيبه والوقار حتى لا يتجرأ عليه سفيه، لان النبي كان اكثر الناس حسنا للخلق، فلو تركه الله بلا غطاء الهيبه لتجرأ عليه السفهاء من تسامحه وحسن اخلاقه، الا ان الله غطاه بالهيبه فكان لا يقترب منه انسان الا ارتعد صلى الله عليه وسلم، حمايه لاخلاقه ان يستهان بها، وحماية لتواضعه أن يتجرأ عليه صلى الله عليه وسلم. وحسن الخلق عبادة، أعلى العبادات عند الله حسن الخلق، أعلى العبادات عند الله حسن. الناس متصورة أعلى العبادات عند الله أنه يعمل عمرة ويحج ويبني جامع ويربي أيتام وينفق مش عارف فين ويروح يجاهد مع داعش والحاجات الغريبة دي كلها. حسن الخلق هو أعلى العبادات عند الله، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ أقربكم مني مجلسا عند يوم القيامة مين؟ أحسنكم أخلاقا. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة مين؟ والنبي لا شك أن مجلسه أعلى المجالس، ما قالش أكثركم صلاة ولا صياما ولا تلاوة للقرآن ولا تصدقا ولا علما ولا تعليما ولا حفظا ولا تدوينا ولا بناء للمساجد ولا رعاية للأيتام، ولكن قال أحسنكم أخلاقا. وإيه هم الأحسن الأخلاق؟ الموطؤون أكنافا، يعني متواضعون، الذين يألفون ويؤلفون. فتجد حسن الخلق الناس تألفه ويألفه، الناس تحب عشرته وهو يحب عشرة الناس، يبقى دي علامات حسن الخلق. لما تيجي تبحث على جميع حسن الخلق كده بجميع اشكاله تجد النبي كان هو اعلى الناس فيه صلى الله عليه وسلم. فربنا يحسن اخلاقنا. جرب تعبد ربك بحسن الخلق، بحسن انك تتسامح، انك انت تحسن لمن اساء اليك، انك انت تعفو، انك انت تنزع الغل من قلبك. دي عبادات مهمة، لكن الناس ما بتنظرش اليها. انك تكف اذاك عن الناس، وان تمتنع عن المحارم،
كل دي محاسن اخلاق، والحياء من محاسن الاخلاق. الحياء خير كله، يستحي من الله فلا يعصيه، ويستحي من الخلق فلا يؤذيهم، فيبقى حسن الاخلاق. وعشان كده الحياء شعبه من شعب الايمان. وعن ابي قال حدثنا سعيد بن منصور وابو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. او الخادم اللي هيتكلم اهو، واللي يعرف اخلاق الانسان مين؟ خادمه. سيدنا انس خادم اهو النبي، هيكلمك على اخلاق النبي. قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله ما قال لي افا قط، ولا قال لي شيء لما فعلت كذا، يعني لا يلومه حتى. حتى لو فعل ما لا يليق لا يلومه، النبي كان يربي بالنظرة لا باللوم والملاحظات الكثيرة، ولكن بالنظرة والشفقة وإعطاء الفرصة مرة وأخرى وثانية وقبول العذر، فيقوم الإنسان يحسن أخلاقه. إنما كثير الإيه؟ الملاحظات، فعلت ولا تفعل، وفعلت ولا تفعل، هذا اللوم الكثير يحطم شخص اللي أمامك ولا يحسن أخلاقه، بل يجعله يفقد الثقة في نفسه. وكذلك عليك أن تربي أولادك بالتغافل، وهذا الخلق يسمى التغافل. يعني إيه؟ يعني تتغافل عن أخطائه لعله يصلحها. فإن أخطأ مرة تغافل كأنك ما شفتهاش، وبعدين ادعي له، وبعدين تلاقيه بعد شويه يبطل الخطا ده لوحده. لكن لو اخطات يخطا تاني، اخطات في الاخر يصل لمرحله يفقد الثقه في نفسه او يرفض النصح منك، يجي له بقى ايه؟ نفور من كثره ايه؟ الاوامر. فاهم؟ وبالتالي عليك ان تربي اولادك بالتغافل كما ربى النبي امته ايضا بالتغافل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما لا يعجبه أعرض وأشاح، ثم بعد ذلك يوجه النصيحة عامة، وكل إنسان بقى ياخد من النصيحة ما يناسبه ويفعل. وإذا أخطأ إنسان واعتذر له قبل عذره ولا يلومه كثيرا، لا أنت فعلت كذا وأنت فعلت كذا وأنت كنت تقصد وأنت قلت كذا، ما عملش كده صلى الله عليه وسلم. كعب بن زهير كانت له قصائد في ذم النبي فأحل قتله، فلما سمع كعب بن زهير صاحب قصيدة بنات سعاد ان النبي احل قتله، اخفى حاله عشان ما حدش يشوفه في الطريق، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل على النبي وهو ايه؟ بيخفي وجهه. قال له ماذا، هل تقبل عذر كعب بن زهير ان جاءك معتذرا؟ وهو كعب. فالنبي قال اقبله. فقال انا كعب جئت معتذرا. النبي ما قالوش بقى ايه؟ لا انت قلت كذا وانت عملت كذا وانت، قالوش. وراح وقف كعب بن زهير وقال القصيدة بنت سعاد، وانكر حتى انه قال حاجة، والنبي قال له لا ده انت قلت. هو بيقول في اثناء القصيدة قال ايه؟ قال ده كل اللي وصل لك عني ده اقوال الوشاة، انا ما قلتش. وهو قال، لكن النبي ما قالوش لا انت قلت، قبل عذره وانتهينا، وصار صحابي، بل كافأه وأعطاه بردته. هكذا كانت أخلاق نبيه صلى الله عليه وسلم، هي دي الأخلاق الجميلة. صحيح، إنما تقعد طول النهار تلوم الناس وتلوم الناس، واللي يعتذر لك تقول له لا مش دلوقتي واديني فرصة، ما ينفعش. فهمت إزاي؟ تقبل عذر المعتذر، تتغافل عن عيوب الناس، تدعو للناس، تكون أسوة حسنة لهم، وإذا اعتذروا تقبل عذرهم ولا تلوم. عشان كده شوف النبي كان يعمل إيه؟ ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا، ليه فعلت كذا، عملت كده ليه، تعالى ويديله على ايده. ما يعملش كده. انت بتعمل كده مع اولادك، النبي لم يفعل كده مع خادمه. شفت جمال النبي بقى؟ وكان خدمه عنده كم سنه؟ 10 سنين. وانت عارف العيل اللي عنده 10 سنين ده اخطاؤه كثيره، طول النهار يخطئ. عيل عنده 10 سنين منتظر منه ايه يعني؟ طول النهار يخطئ، وبرغم كده قاعد مع النبي 10 سنين ولا يلومه قط. شوف انت ابنك اللي عنده 3 سنين لومته كم مره، ولسه عنده 3 سنين، وما لما يكبر هيبقى ايه؟ فهمت ازاي؟ فدي اخلاق نبيك. صحيح، يبقى خلق التغافل ده قل من نبه عليه، وهي سنه في التربيه، ان تتغافل عن عيوب الناس
وعن أخطاء الناس، ولا تكثر اللوم ولا تكثر الملاحظة، واعمل نفسك مش شايف يا أخي، كأنك ما شفتش. فهمت؟ فإذا جاءك يعتذر اقبل عذره واعطيه فرصة مرة واثنين وثلاثة ومية، ساعتها تحسن خلقه ويبقى إنسان كامل، ليس فاقد الثقة عن نفسه، ولا يتكلف أمامك حسن الخلق ثم من خلفك يفعل ما شاء ويكون منفلتا. ليست هي التربية. كثير من الناس رأيناهم كانوا يقفون أمام أبائهم في منتهى الحزم والاحترام، وإذا كانوا بعيدين عن أبائهم كانوا يشربون حتى الخمر ويشربون الدخان، شفناهم، لأن أبائهم كانوا قاسين عليه، فيظهر أمام أبائه في صورة، ثم إذا اختفى الأب أو سافر وابتعد عن الأب شرب الخمر ووقع في الزنا وعفى جميع المحرمات. فهذه التربية التي فيها حزم شديد بلا تغافل تؤدي إلى التنافر وسوء الخلق بعد ذلك. فهمت؟ فإياك إياك أن تربي أولادك بهذه الطريقة. ربي أولادك كما كان النبي يربي خادمه صلى الله عليه وسلم، فما بالك كان يفعل إيه في أولاده إذا كان مع خادمه كده. شوف انت سيدنا يوسف عملوا ايه اخواته فيه، وفي الاخر ايه قال لهم؟ ايه؟ لا تثريب عليك، لا لوم، يعني مش حلوم، لا تثريب عليك. وبعد كده لما جاء ابوه وامه ورفعهم معه العرش وبيحمد ربه قال ايه؟ من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخواتي، فنسب الفعل كله للشيطان، ما قالش اخواتي عملوا فيه. شوف الادب، يعني نسب الشر كله الذي جاءه من قبل اخوته انه نزغ شيطان وليس منهم، ده من الشيطان، الشيطان ده مجرم، اما اخواتي انا مسامحهم. شوف كمال خلق الانبياء عشان تتعلم كيف تتعامل مع الناس، وتتعامل حتى مع ابيك وامك واخوتك واقاربك واقرانك وجيرانك حتى يسود الخير بين الناس. قل من نبه على سنة التغافل في التربية، قل من نبه. النبي كان يتغافل وليس مغفلا، فهمت؟ يتغافل يعمل نفسه مش شايف، أعرض وأشاح، ويعطي فرصة مرة واثنين وثلاثة حتى يعتذر الإنسان، فإذا اعتذر قبل عذره ولا يذكره بما فعل في القديم. كمان يقولوش أنت فعلت كذا وفعلت كذا وأنا ملاحظ، أنا أصلي مش كروبيا، ما يقولش كده. فهمت ازاي؟ لا، دي الاخلاق الجميلة. والله ما قال لي افا قط، ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وهلا فعلت كذا. زاد ابو الربيع ليس مما يصنعه القادم، ولم يذكر قوله والله. وعن ابي قال وحدثناه شيبان بن فروخ قال حدثنا سلام بن مسكين قال حدثنا ثابت البناني عن انس بمثله. وعن أبي قال وحدثناه أحمد بن حنبل وزهير بن حرب جميعا إسماعيل واللفظ لأحمد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيدي. أبو طلحة ده زوج أمه، زوج أم أنس. أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أنسا غلام كيس فليخدمك. قال فخدمته في السفر والحضر، والله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت. شوف ملاحظة الأخلاق في السفر مهمة كمان، تلاحظ الإنسان في سفره تظهر أخلاقه، وفي الحضر تظهر أخلاقه مع خادمه ومع زوجته. لا تسأل أصدقائه ولا أقرانه في العمل، لأنهم قد يتكلف الأخلاق الطيبة أمامه، ولكن اسأل الزوجة والخادم، واسأل من سافر معه، لأن السفر تحدث فيه مواقف كثيرة تظهر معدن الإنسان. فخدمته في السفر والحضر، والله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا قال حدثني سعيد وهو ابن أبي بردة عن أنس رضي الله عنه قال
خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين، وقال 10 قبل كده، يبقى 10 وعدة شهور، فحذف الكسر. ولما قال 10 جبر الكسور الشهور وجعلها سنة. ممكن، فهمت ازاي؟ سهلة يعني. لأن هو لما النبي جاء المدينة مكث فيها 10 سنين، ما جالوش أنس أول ما هاجر، ده جاله بعد عدة شهور من هجرته. يعني معناه مكث معه 9 سنين وعدة أشهر. فلما يقول 9 سنين حذف الكسر، ولو قال 10 سنين يبقى جبر الكسر. فده جائز وليس اضطراب يعني. قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين فما أعلمه. قال لي قط: لما فعلت كذا وكذا؟ ولا عاب علي شيئا قط. وعن أبي قال: حدثني أبو معن الرقاشي. في ناس تيجي تقرأ الحديث ده تقول لك ده من كمال أدب أنس، يعني يجعل الفضيلة في أنس. شوف العجيب ده، الفضيلة في النبي مش في أنس. والله انا سمعت واحد فسر الحديث فجعله في كمال انس بن مالك، وانس بن مالك بيروي لكمال خلق النبي. فشيء عجيب يعني، في ناس تفهم الحديث بالمشقلب كده. خد بالك، اياك هذا الفهم المشقلب، لكن عليك انك انت تعرف الحديث جاي في اي مكان. وبعدين انس بن مالك طفل عنده 10 سنين، كثير الخطا، اكيد هيخطئ كثير، لكن النبي لا يلوم. يبقى لكمال خلق النبي وسعه حلمه وكرمه وشفقته ورحمته صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته. يبقى الكلام ده كله في النبي صلى الله عليه وسلم، مش في أنس رضي الله عنه وأرضاه. وعن أبي قال: حدثني أبو معن الرقاشي زيد بن يزيد قال أخبرنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة وابن عمار قال قال إسحاق قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة فقلت: والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم. فخرجت، يعني بيتكلم تنازع نفسه، هو طفل النبي مكلفه بمهمة هو عايز يلعب، فهو بيحكي بقى إيه تنازع نفسه. فقال إيه؟ أنا برضو عايز أطيع النبي أعمله، بس برضو عايز ألعب. فقلت لا اذهب، وانا قلت ايه لا انا اروح اذهب، يعني بيتكلم تنازع نفسه ايه. فخرجت حتى امر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفايا من ورائي، النبي قبض عليه وهو بيلعب. قال فنظرت اليه وهو يضحك فقال: يا انيس اذهبت حيث امرتك؟ قال: قلت نعم انا اذهب يا رسول الله. وخلاص انتهى. بيعذره لانه طفل وبيحب اللعب، ما حبها بسيطه، ما يجراش حاجه يلعب. لا يجي يضربه بقى، ما ينفعش كده، ما ينفعش كده الرحمه. قال انس: والله لقد خدمته 9 سنين ما علمته قال لشيء صنعته لما فعلت كذا وكذا، او لشيء تركته هلا فعلت كذا وكذا. وعن ابي قال: وحدثنا شيبان بن فروخ وابو الربيع قال حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. ولما سئلت ستنا عائشة زوج النبي عن أخلاق النبي قالت إيه؟ كان خلقه القرآن. يبقى شهد له أقرب الناس إليه وأبعد الناس عنه، كلهم شهدوا للنبي بحسن الأخلاق صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله الذي هدانا لهذا النبي وجعل محبته عندنا أحب إلينا من أنفسنا ومن الناس أجمعين. باب ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا وكثرة عطائه. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد سائل، كانت سنته ألا يرد سائل. النبي قال له إيه؟ وأما السائلة فلا إيه؟ فلا تنهر. أما السائلة وأما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائلة فلا تنهر. فكان لا يرد سائل. وأما بنعمة ربك فحدث، فأعطي من عطاء الله ما شاء صلى الله عليه وسلم. فكان لا يرد سائل أبدا صلى الله عليه وسلم، يعني حتى لو ليس عنده شيء يعده موعدة حسنة، يقول عد يعني عد إلينا مرة أخرى سوف تجد عندنا كذا وكذا نعطيك إن شاء الله، يدي له مهل. وأحيانا ليس عنده فيطلب من الناس أن يساعدوا أخوه، يعني حتى يسأل الناس له. وأحيانا يقول اذهب إلى السوق وابتع ما شئت وقل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكان إذا أعطى أغنى صلى الله عليه وسلم.
يعني مش يعطيه مثلا حاجة عشان يسد حاجته القريبة، بل يسد حاجته القريبة والبعيدة. فكان إذا أعطى أغنى صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. وعشان كده قالوا إيه، ما قال لا إلا في تشهده، اللي يشهد أن لا إله إلا الله، ما قال لا إلا في تشهده، ولولا تشهده لكانت لاؤه نعم صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أشجعي حاء قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي كلاهما عن سفيان عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول مثله سواء. وعن أبي قال وحدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا حميد عن موسى بن أنس عن أبيه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، قال فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. وده كان عطاء تأليف قلوب، عشان كده كان حديث إسلام فقوى قلبه بكثرة العطاء والكرم، حتى لأن جبلت القلوب على حب من أحسن إليها، والنبي كان يحب أن يجعل الناس تحبه لأن حبه من الإيمان، فكان يجزل العطاء حتى يحبونه صلى الله عليه وسلم. فلما كان هذا الرجل حديث الإسلام أجزل النبي له العطاء، ذهب إلى قومه قال أسلموا أسلموا فإن النبي يعطي عطاء لما لا يخشى الفقر، ليس عطاء ملوك ولكن عطاء أنبياء صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه، فأتى قومه فقال أي قومي أسلموا فوالله إن محمدا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر. فقال أنس إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليه. يعني كان بعض الناس تسلم من أجل إيه؟ عطاء النبي. فإذا أسلم وذاق حلاوة الإيمان بعد ذلك حتى لو سلب الدنيا وما فيه لا يترك دينه أبدا، لأنه ذاق حلاوة الإيمان. وعن أبي قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح فتح مكة، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين فاقتتلوا بحنين، فنصر الله دينه والمسلمين، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صفوان بن أمية 100 من النعم ثم 100 ثم 100. قال ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان قال والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. يعني نزع الكفر من قلبه بشوية إيه جمال وإبل، فكان يعطي عطاء فيه رحمة صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله حاء قال وحدثنا إسحاق قال أخبرنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر وعن عمرو بن عن محمد بن علي عن جابر رضي الله عنه أحدهما يزيد على الآخر حياء قال وحدثنا ابن أبي عمر واللفظ له قال قال سفيان سمعت محمد بن المنكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سفيان وسمعت أيضا عمرو بن دينار يحدث عن محمد بن علي قال سمعت جابر بن عبد الله، وزاد أحدهما على الآخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قد جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، وقال بيديه جميعا. يعني قال الإيه لسيدنا جابر، جابر كان برضو من فقراء الصحابة، وكان أبوه سيدنا عبد الله بن حرام استشهد في أحد وترك له 9 بنات ينفق عليه وعليه ديون، فكان من فقراء الأنصار، فكان النبي كثيرا ما يحسن إليه،
فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لسيدنا جابر لو جاءنا مال البحرين لاعطيتك هكذا وهكذا وهكذا بايده كده ثلاث حسيات. فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يجيء مال البحرين، فقدم على ابي بكر بعده. كان سيدنا ابو بكر كان يقول من كانت لنبينا عدة له فلياتنا نوفي وعد النبي له صلى الله عليه وسلم. فقدم على ابي بكر بعده فامر مناديا فنادى من كانت له على النبي صلى الله عليه وسلم عده او دين فلياتي. فقمت فقلت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قد جاءنا مال البحرين اعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فحث ابو بكر مره ثم قال لي عدها. يعني ابو بكر راح واخد كده كبشه وقال له خد عدهم عشان يجي ياخد زيها اتنين تبقى ثلاثه. فعددتها فإذا هي 500 فقال خذ مثليها توفية بوعد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما زال النبي يعطي وهو في قبره وما زال إلى يومنا هذا إلى أن تنتهي الحياة، فما زال النبي يعطي لأنه رحمة للعالمين. فما من عطاء يأتي إلا بواسطة روحانية النبي صلى الله عليه وسلم التي يسوق الله الخير للعباد عن طريقها وبواسطتها صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال وأخبرني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبا بكر مال من قبل العلاء بن الحضرمي. العلاء بن الحضرمي كان في البحرين. فقال أبو بكر من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين أو كانت له قبله عدة فليأتنا بنحو حديث ابن عيينة. ونقف على حديث على باب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام. خلقنا بأخلاقه الكريمة. اللهم يسر لنا كل يسير وكل عسير بفضلك يا أكرم الأكرمين. يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.